نعم عصر التابعين، إيه تماما، وهو يعني نعم عصر يتصل فقها بما بعهد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، لأن التابعين تربوا في مدرسة الصحابة، نعم، فأخذوا العلم عنهم، نعم، وتكونوا في مدرستهم، وكونوا غيرهم بعد ذلك في المناطق المختلفة. وقد مر بنا أن بعض الصحابة قد توزعوا يعني في مناطق متعددة من أرض المسلمين، نعم. لكن أنا بالنسبة لهذه الحلقة سأقف في الحديث عند مدرسة المدينة. شيخنا، لكن شيخنا هو سؤال قبل أن نبدأ. مدرسة المدينة منذ بدأ، متى هذا العصر يعني عصر التابعين، منذ متى بدأ يعني؟ سؤال بس وندخل إلى مدرسة المدينة. هو التابعون من هم؟ نعم، هم من حضر الصحابة وأخذ عنهم، عاشوا في عصر الصحابة لكنهم لم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني وجدوا بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أو ولدوا في حياته أو وجدوا في حياته ولم يروه ولم يجتمعوا به ولم يأخذوا عنه، نعم، فهؤلاء هم التابعون، نعم. ولذلك فيهم الكبار وفيهم الصغار وفيهم المتوسط، نعم، ولذلك تجد في التراجم الفقهاء وتراجم الرجال من يقول هو من كبار التابعين، ومنهم من يقال هو من صغار التابعين. نعم. فمدرسة المدينة لماذا يعني سميت هكذا، ولماذا نفردها بالدراسة؟ لأن هي مسألة، هذه المدرسة مهمة جدا، لأن كما ذكرنا سابقا أكثر الصحابة لم يغادروا المدينة، نعم، حتى لما غادرها بعض الصحابة إلى مناطق مختلفة بقي أكثرهم فيها، نعم، وذلك يعني حفاظا على ما وصفه ووصف به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المدينة معنى وصفها بأوصاف تحبب الناس في السكن فيها. وبالتالي لما سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الاعتكاف، يعني أو الجوار بالأصح، نعم، يعني المداومة على السكن في مكة، نهى عن ذلك وقال يجب على المسلم إذا قضى نسكه أن يرجع إلى بلده، نعم. ولما سئل عن المجاورة في المدينة، مجاورة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نعم، ومسجده، فنصح بذلك وحث عليه وشجع عليه، ففرق بين الجوار في مكة والجوار في المدينة. نعم. قلت إذن أكثر الصحابة بقوا في المدينة، نعم، ويعني وتكون على أيديهم كثير من العلماء، نعم، اشتهر من هؤلاء العلماء الذين تكونوا على أيدي الصحابة في المدينة المنورة ثلة منهم، نعم، سموا المشيخة السبعة أو الفقهاء السبعة، نعم، ومنهم من جعلهم عشرة، نعم، لكن المشهور في كتب الفقه وكتب الحديث الفقهاء السبعة، نعم. لماذا فقهاء السبعة؟ لأن عددهم سبعة، نعم. ولماذا اشتهروا بهذه التسمية بالذات؟ لأنهم كانوا فقهاء بمعنى الكلمة، وكانت الفتوى تدور عليهم بالمدينة، نعم، يعني كانوا من كبار العلماء وقد اجتمعوا في وقت واحد، فكانوا يفتون كلهم ويرجع إليهم في كل صغيرة وكبيرة، فإذا أطلقوا عليهم هذا الاسم المشيخ السبعة أو الفقهاء السبعة. نعم. أما من هم هؤلاء؟ نعم. وكان يعني كان العصر متاعهم هو يعني القرن الأول للهجرة، نعم، بعضهم توفي في أول القرن الثاني، نعم، وكثير منهم
توفوا في آخر القرن الأول. فمن هؤلاء عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وواضح من هذا النسب نعم أنه ابن هذا ابن ابن أخي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف نعم يعرفه نعم الناس كلهم نعم. فهذا ابن ابن أخيه كان من الفقهاء المشهورين وهو أحد الفقهاء السبعة نعم. من الفقهاء كذلك السبع عروة عروة بن الزبير نعم زبير بن العوام نعم. فكان هذا أيضا من مشيخة المدينة السبعة نعم. يرجع إليه في الفتوى نعم. وتدور الفتوى عليه وعلى بقية زملائه. شيخنا حفظكم الله تعالى. وكذلك من الفقهاء السبعة الوقت قاسم بن محمد نعم حفظك ابن الله أبي بكر الصديق نعم. يعني جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخنا. وكان كذلك من الفقهاء المشهورين نعم. السبعة الذين تدور الفتوى عليهم شيخنا. كذلك سعيد بن المسيب نعم. سعيد بن المسيب وهو ينطق بالكسر وبالفتح نعم. المسيب والمسيب نعم. وقال العلماء الذين ترجموا له إنه كان يكره الفتح نعم. بل يحبذ أن ينطق اسمه بالكسر المسيب نعم وليس المسيب نعم.